هنا موقع تقديم الكلية الحربية 2022 والشروط المطلوبة tansik.mod.gov.eg. تعتبر الكلية الحربية من أهم الكليات المسؤولة عن تخريج جنود مقاتلين في الجيش المصري، وهي تعتبر من أحد أهم الكليات التي يتمنى الكثير من الطلاب الانضمام لها، حيث يتخرج الطالب من هذه الكلية ليعمل كضابط في القوات المسلحة المصرية، وهم يحظون بمكانة اجتماعية واحترام عال في المجتمع المصري. تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية للعام الجديد 2022-2023 وموعد فتح باب التسجيل ورسوم القبول وشروط الالتحاق بالكلية. أعلن مكتب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية 2022 القائد العام للقوات المسلحة محمد زكي قبول حزب جديد للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية من قبل طلاب الثانوية العامة وحاملي الشهادات ومن في حكمهم، وكذلك خريجي الجامعات الحكومية. ورسوم القبول بالكليات العسكرية وضعت وزارة الدفاع المصرية شروطا يجب مراعاتها عند التسجيل في هذه الكليات والمعاهد. هناك العديد من معدلات القبول المعلنة من قبل الوزارة، وسوف نقدم أهم النسب للالتحاق بهذه الكليات، ومنها مدرسة عسكرية أن تكون النسبة من المبلغ الإجمالي 70% فأكثر لمن حصل على شهادة الثانوية العامة في الفرعين الأدبي والعلمي. الكلية البحرية أن تكون النسبة من المبلغ الإجمالي 70% فأكثر، وأن الطالب يعرف كيف يسبح، وكذلك للأقسام العلمية والأدبية. حيث أعلن مكتب التنسيق والقبول الخاص بالكليات والمعاهد العسكرية عن قبول دفعة جديدة في الكليات والمعاهد العسكرية للعام 2022، وهذا بالنسبة لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وفتح باب القبول للخريجي الجامعيين التقديم في الضباط المتخصصين. وقد وضعت مكتب التنسيق الشروط التي سيتم القبول بناء عليها هذا العام، وسيتم الإعلان عن النسب الخاصة بالقبول خلال الأيام القادمة، فتابعوا لتتعرفوا على التفاصيل. شروط الكليات العسكرية في مصر. ويوجد العديد من الشروط الصارمة المطلوبة للقبول بالكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية في مصر، وهذا سواء كان المتقدم خريج جامعي أو حامل شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها الأخرى، وهذه الشروط كما يلي. سيد العميد سامر، دي أول مرحلة الطالب بعد ما بيسجل على المنظومة بياخد معاد إن هو يجي الكلية الحربية عشان يبتدي مرحلة الإجراءات ورحلة الاختبارات. أول إجراء هنا الطالب بيجي هنا بتعمل إيه معاه في مكتب التنسيق؟ دي منطقة منافذ سحب الملفات. بيجي الطالب معاه بطاقة الرقم القومي، بنتأكد إن التوقيت سحب الملف هو توقيت اليوم، وبيكون طبع ورقة من على النت اللي بتقول إن دوت ميعاده النهاردة. تمام. بيبتدي الطالب بعد ما بيسحب الملف يقف على الميزان، بيبتدي ياخد مقاس الوزن والطول، ثم بعد كده يتوجه الى مرحله اختبار السمات وقدرات الذهنيه. تمام، بشكرك استاذ عماد سامر. يجب أن يكون المتقدم للكلية ووالديه وأجداده مصريين، ولا يكون أي أحد منهم غير مصري أو مكتسب للجنسية أو متقدم للحصول على جنسية دولة أخرى. حسن السير والسلوك والانضباط، وأن لن يكون على المتقدم أي حكم مخل بالشرف أو الأمانة. ألا يكون سبق فصل المتقدم من أي كلية أو معهد أو مدرسة لأسباب تأديبية. يجب أن لن يقل الطول عن 107 سم، ويجب أن يكون لائق طبيا وهذا حسب اللوائح، وأن لن يكون معفي من أداء الخدمة العسكرية لسبب طبي. اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة بنجاح مثل اختبار السمات واللياقة البدنية، كشف الهيئة، الاختبار النفسي. القيام بقفزة الثقة من على ارتفاع 7.5 متر بدون تردد لمرة واحدة فقط. موعد تقديم الكلية الحربية. ولم يتم الإعلان حتى الآن من قبل مكتب التنسيق الخاص بالكليات والمعاهد العسكرية عن موعد فتح باب التقديم، ولكن نتوقع أن يتم الإعلان عن موعد سحب الملفات بالكليات في خلال الأيام القادمة، والتي نتوقع وبنسبة كبيرة أن تبدأ قبل ظهور نتائج الثانوية العامة في مصر، وستستمر على الأغلب حتى منتصف شهر سبتمبر ككل عام. موقع تقديم الكلية الحربية.
وقبل الذهاب لسحب الملف الخاص بك يجب عليك ملء البيانات المبدئية الخاصة بك في الموقع وتقوم بطباعة تلك الاستمارة وتأخذها معك هنالك، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية. إلى موقع القوات المسلحة المصرية وزارة الدفاع mood.gov.eg، اضغط على مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ستجد الرابط الذي تحدده الوزارة tansiq.mood.gov.eg، قم بفتحه وسيفتح معك الموقع فور تفعيله في خلال الأيام المقبلة. ثم اضغط على أيقونة تسجيل الثانوية العامة وما يعادلها، اضغط على طلب التحاق إلكتروني. قم بتعبئة الاستمارة كما هو موضح في الفيديو بالأعلى، اضغط على حفظ نهائي للبيانات بعد التأكد من أن المعلومات صحيحة.